تحية طيبة أحبتي المشاهدين. الاستطلاع اليوم راح يكون عبارة عن أسئلة وأجوبة في مولات بغداد. استطلاعنا اليوم راح يكون: ما هو رأيك في الدراسة في الجامعات العراقية؟ راح نشاهد آراء الناس، وكل رأي إلى رأي الخاص، خليكم ويانا. طبعا الجامعات العراقيه نفس ما شفنا بوقت كورونا كلها صارت الكترونيه وصار تسخت وما عجبنا الوضع. يعني الجامعات العراقيه هسه برايك انه صارت تسخت يعني؟ والله انت وفلوسك الجامعات، بس مو الكل. يعني الجامعه العراقيه مثلا الاهليه انجح لو المو اهليه برايك؟ لو تعتمد على الطالب؟ تعتمد على الطالب بشكل اكيد. الجامعات العراقيه عامه زينه هي بس مو كلها. يعني اكو جامعات مثلا اكو يعني جامعات عراقيه زينه، واكو جامعات لا صارت مثلا صغار تدريسها مو قوي. طيب ليش الجامعات العراقيه اللي بيها زينه والجامعات العراقيه مو زينه؟ شنو فرق هاي عن هاي؟ يعني اكو بيهم على الفلوس يروح يدرس عمود يتخرج، اكو بيها معتمده من الدوله العراقيه واكو بيها مو معتمده من الدوله العراقيه. للاسف فاول لا توجد عندنا رقابه بها خير، كذلك فوق ما الاقساط عالي، فوق ما شيء ماكو دراسه مضبوطه، فوق ما داخلين اهليه. عند بعض زميلي انا تخرجت جامعه بغداد، بس عندي زميلي باحد الجامعات بدون ما اذكر اسامي دا يدخل ودرس وكذا، انه بس يساعدهم الاقساط. لو بده يساعد الاقساط انه فوق يقول له تريد درسك تعلي، وما يقول له تعلي درسك بالبيت. احنا وصلنا ايش مرحله؟ طالب جامعه يقول تعلي درسك بالبيت؟ دراسة الجامعات العراقية برأيك شنو؟ والله أنا حسب ما يعني أشوف، مثلا عندي أحفاد وبالنسبة لبناتي وهذه، فمني يعني من أشوف نتائج يعني دراستهم وبعدين التخرج مالت، ومش أقول الحمد لله والشكر من عندنا يعني جامعات كفوءة، تدريسين كفؤين بهذا المعنى يكون. وانت ترى باي مكان ما تلاقين الشيء الزين يعني، والشيء اللي يعني نوعا ما كذا. يعني هسه برايك الجامعات تكون ناجحه بسبب كادر الجامعه ام كادر الطلاب ام الاثنين ام اهمال من كادر الجامعه؟ لا والله انا اعتقد الاثنين، لانه واحد يكمل الثاني. ان طالب من يشوف اكو اهتمام من المدرس مالته، من الهيئه التدريسيه، من الكليه، من هذه، فمن يشوف هيك اكو اهتمام عنده هو، انا اقول لك يمكن 70% 80% يكون عنده حافز انه راح يدرس. والله انا افضل الجامعات الحكوميه افضل من الاهليه، لان خاصه انتشرت بصوره كلش كبيره الجامعات الاهليه، فائدتها اقل من الجامعات الحكوميه. طيب مو اكو ناس هم بالجامعات الاهليه بس يكونوا ملتزمين كطلاب يعني، فانت يعني برايك الخلل كادر الكليه لو كادر الطلاب نفسهم انه هم كليه اهليه دفعت فلوس انا راح انجح، يعني ممكن انه الخلل من منو؟ من الطرفين. ليش؟ لان الطالب ممكن يطلع معدل بسيط يروح بقسم مال الحكومي يحصله بالاهلي ماده، لذلك الاجتهاد الطالب اللي حصله بالحكوميه ماكو مقارنه.